بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع استراتيجية العين الثاقبة، هذا رقم الهاتف، من يريدها أرسلها له ولا ينسانا من الدعاء. العين الثاقبة، نبدأ مع خالد. عين ثاقبة يعني يركز جدا. الحرف المضاعف في كلمة أحب، أحب، بص هنا، هل الحرف المضاعف الهاء أم الباء؟ أحب، الباء، اضغط على الباء. الحاء هي المضاعفة؟ أنا عارف يعني مضاعف، يعني عليه شدة. ها، من اللي عليه شدة؟ أنا بقول لك الكلمة بتاعت أحب ده، هاي مين فيها عليه شدة؟ أحبه، اللي أنت شددته في النطق، ما شددته وأنا بنطق. الحاء أم الباء؟ اللي أنت وأنت بتنطق قلته مرتين يا خالد. الباء، اضغط عليه. طب أنت خايف؟ الباء هنا اهي. احسنت احسنت. تعالى يا عبد الله فايز، السؤال الثاني. هدوء. كلمة البيت نوعها اسم ام فعل؟ انظر إليها، اختار ما تريده. بيقول ان البيت فعل مع ان فعل فلان. يا عبد الله، انا الوقت لما اشاور على البيت اقول هذا ايه؟ هذا البيت كبير صح؟ يعني ليه اسم ولا ما ليه؟ طيب، لكن لما اقول ياكل يشرب يلعب ده فعل، يبقى البيت فعل ام اسم؟ ما ينفع اقول عليه فعل يا عبد الله. ليه؟ الفعل يدل على العمل، مثل هؤلاء يعملون ضوضاء اثناء الشرح، وكل واحد منهم سيخصم منه 5 درجات، وهذا ايضا عمل، خصم يخصم، عشان يتعلمهم الهدوء والأدب وحسن السلوك أثناء الحس. عرفت يعني إيه فعل؟ يعني شيء أنا بعمله. أما الاسم بيدل على شيء، بيت، قلم، أسد، عبد الله، فاهم؟ طيب، أنا الوقت سأعود مرة أخرى إلى السؤال. البيت اختارها بقى، يلا عبد الله. شوف كده يقول لك إيه عبد الله؟ خلاص يا عبد الله، قبل ما تختار فكر. تعال يا زايد. اللي بيتكلم ما ينفع. أزورها، هاجي قطعة مواصلة، يلا اختار. الهمزة اللي فوق دي هي، اضغط. تعال يا عبد الله. الملاعب عليها سكون، وبقول ببص يا عبد الله، بقول ال نطقته، هل هي شمسية أم قمرية؟ اللام اللي نطقته عليها ايه؟ بص كده عليها ايه؟ هذه قمر ام شمس؟ هذه الدايرة دي زي القمر ولا زي الشمس؟ شمس. شمس؟ إجابة
زعلتني منك يا عبد الله. بص يا عبد الله، شوف يا عبد الله، بص يا حبيب، اول شيء هذه مثل القمر، الشدة هي اللي في الشمس. ها تاني شيء، انا بقول يعني مثل القمر الملاعب، لكن لو انا قلت ما بتتنطق الشمسية، ما تتنطق، قول الشمس. ها خلاص، يبقى الملاعب قمرية ولا شمسية؟ اضغط اشوف كده هيقول لك ايه. يا عبد الله يلا. احسنت احسنت منصور. بص معايا، دوما بها تنوين ايه؟ فتح ولا فيها مد بالواو؟ دو من على فندي. شوف زميلك بيقول ايه عشان تتعلم، كله يكون منتبه زي الابطال دول، كله مركز معانا يا خالدين عشان يتعلم. بص، دو من هذا تنوين فتح وال... طيب اضغط شوف هيقول لك ايه كده. طيب تعال يا محمد انت عبد العزيز، لتأكيد المعلومة نعيد مرة أخرى. التكرار يعلم الشطار. فضل عبد العزيز. الحرف المضاف في كلمة أحب الباء. الباء. أحسنت 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 محمد، كلمة البيت نوعها اسم أم فعل؟ اسم. إيش؟ تفضل اضغط. حسنت حسنت جابت صحيحة. حسنت حسنت جابت صحيحة. أحمد، أزوره سهلة جدا، نشوف. عمر، يلا يا عمر. بص يا منصور، تحرك كده شوية بالطاولة. عبد العزيز زايد، روح كده شوية. بص يا دخل دول كده شوي، دخل الطاولة كده جنب الحيط. تفضل يا عمر. هنا كنا هنا. ها. تنوين فتح، بارك الله فيك. أحسنت أحسنت. ساعة. أزوره، أزوره، همزة قطع مواصل. قطع. حمد، تعال يا حمد. الملاعب قمرية. لا انا قلت الشرب قبل الفوز، وانت رحت وشربت. هل بقي شيء؟ هل بقي شيء؟ خلاص كده.